السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونسلم ونسلم على رسوله الكريم اما بعد شمانت درشک الله رب العالمين احكم الحاكمين وشجبهرباني ته اج امرا بشير ادديو درود شريف الكتاب محير القول في بيان اوصاف عقل القول مجموعي صلوات الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم نكشن شيخ المشايخ خاجي خاجگان خليفه شاه جيلان صاحب مجموعي صلوات الرسول عالم علم لدون خاج عبد الرحمن چوربي علي بي خزري رضي الله تعالى عنه لكيتو نوبتو دو. دو دور الشرير الكتابير تريتو مبارا اسكامل تلاوة شوري بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بعلاي بسم الله الرحمن الرحيم وبدعاي بسم الله الرحمن الرحيم وبشفاء وبشفاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المقضوب عليهم ولا الضالين. امين. قال الله تعالى: ادعوني استجب لكم تدرعا وخفيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي صعد كفي حين كف كف السحاب فما صوبهما حتى جاش كل ميزاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي دعا بالإقلاع عند هجوم المطر فكانت على الأكام والزراب ومنابت الشجر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي دعا لأنس رضي الله تعالى عنه بكثرة المال والولد فدفن مئة وعشرين لسنبه وكانت تركته لا تحصى ولا تعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي دعا لابن عوف بالمال والغنى فالصولح عن ثمن ثمن تركته بما بمئة وستين ألفا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي دعا دعا بالستره للمرأة السوداء فلم ترمت شوفة بعدها أبدا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي دعا لعائشة رضي الله تعالى عنها المغفرة الباطنة والظاهرة فنالت به البركة الوافرة، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي دعا أن يحبب أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأمه. للمؤمنين فكان في الأكأنام محبوبين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي دعا للراهب بالبر بالب بالبرء من السقام فبرأ من حينه وقام اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا للطفيل أن ينفر فكان وجهه في الظلمة كالسراج مزهرا اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا أن يعز الإسلام بإحدى العمرين فكان عمر بن الخطاب في الحين اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا لثعلبته بالغنى فكثر ماله بذلك وأغتنى اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا للمازن وكان مولعا بالخمر والطرب فارتفع ذلك عنه وذهب. اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا للمقداد بالغنى واليسار فادرك ما يريد من ذلك ويختار. اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا للنابغة أن لا يفض الله له سد سنا إلا نبتت له أخرى اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا ألا يفض الله فاه فعاش مئة وعشرين سنة لم تسقط له ثنية بدعائه اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا لعلي رضي الله تعالى عن ألا يصيبه حر ولا قر, ولا قر فقبل دعاؤه وظهر اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا بقبول دعاء بعض الصحابة فكانت دعوتهم مستجابة. اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا على سراقة حين تبعه فألقته الأرض بعدما أرادت أن تبتلعه. اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا لرجل وكان لا يستطي يستطيع حمل صاع بالمدينه فعاد يحمل ما تحمله السفينه اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا لدوس بالهدايه والايمان فجاءوا معترفين بالايمان والاسلام. اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا لابي هريره حين وعزه فما نسي شيئا منه بعد ذلك وحفظه اللهم سل على سيدنا محمد الذي دعا لعروة, لعروة بالبركة فما رام في شيء ريحا إلا ناله وادركه اللهم سل على سيدنا محمد الذي دعا لقرقرة وقد شر شرد له البعير من السوق قد فقادت له الريح وساقه اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا لجابر وكان لا يثبت وكان لا يثبت على الخيل فما صابه بعد ذلك سقوط ولا ميل اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا للمستضعفين من المؤمنين بمكة فعطوا النجاة من الهوان والهلكة اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا لاصحابه ان يكسر عنهم البرد فلم يصبهم ذلك بعد اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا برفع الوباء عن المدينه والرجفه فانتقلت حماها بدعائه إلى الجعفة اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا أن لا يدخل المدينة رعب الدجال فلم يدخلها بوجه ولا حال اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا أن يحبه الله المدينة كحبه مكة أن يجعل ما بها أضعاف بما ما بمكة من البركة فنال ذلك وأدركه اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا لأهل المدينة في المد والصاعي فكان مدها يشبع ثلاث نفر وهم جياع اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا في سمن أم سليم بالبركة فعاد كما كان قبل خروجه من العكة اللهم صل على سيدنا محمد محمد الذي دعا في صاع تمر تمر أبي هريرة عيانا فانتفع به دهرا دهرا وزمانا اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا لابن الملاعب الخرصا حقا فعوفيا من السقام والاستسقاء اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا لفرس فكان لابن ابي واستوفى فباعا من بطنها بأثنى عشرة ألفا اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا لسعاد وعوددا فكان دعاؤه مقبولا وسامه مسددا اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا لابن عباس بالتفقه في الدين بالإعلان فكان يدعى بترجمان القرآن اللهم صل على سيدنا محمد الذي كان إذا دعا لرجل دعوة أدركته وولده وولدا ولده ونحوه اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا على كسرى حين مزق كتابه فمزق الله ملكه وفرق احزابه اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا على قريش بسنه يوسف فأصابتهم سنة أكلوا فيها الميتة والجن والجنود والعظام اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا على منجم ابن جثام فمات لسبع وقد رفضت الأرض عصامه اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا على ابن واجتهد واجتهدا فأفترسه الأسد اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا على الاحزاب جهارا فاشتعلت عليهم بيوتهم نارا اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا على اهل القليب فقبل دعاؤه استجيب استجيب اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا على ثعلبة من منع الصدقة فتلف الله فتلف الله ما له وامحقه اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا على ابي عامر الراهب فمات وهو الى الشام ذاهب اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا على أن بدت حين فارقه فاصابته صاعقه صَايقَ اللهم صلِّ على سيدنا محمدٍ الذي دعا على الحكم دعوةً فاصابته لقوةً اللهم صلِّ على سيدنا محمدٍ الذي دعا على سفيٍّ فقط عليه الصلاة فما رأى بعدها قائمًا حتى مات اللهم صلِّ على سيدنا محمدٍ الذي دعا على الحكم وكان يقمز عليه فطارت عيناه بين يديه اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا على من أساء عليه القول فما حال عليهم الحول اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا على ابن قمية لغمزه عليه فقتلته عز انز من عنزه اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا على دعثور حين رام فتكه فأسرع الله هلكه اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا الله على ابن حميد واستعانه فقتله أبو دجانة اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا على أبي جهل بلا امتراء فقتله ابن عفرة اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا على عقبة وشيبة فأصابتهما الجنة الخيبة اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا على من جهده الفرس فذهب عنه الرزق واعتبس اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا على الوليد فقد السيف على الوريد اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا على عقبة ابن أبي معيط فحاق به البلاء وحيط اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا على وصية التي عصت الله ورسوله فاستُجيبَ له اللهم صل على سيدنا محمد الذي كان دعاؤه لا يرد وفضله لا يحد اللهم صل على سيدنا محمد الذي لما أراد مباهلته النصارى اشتعل عليهم الواديون اللهم صل على سيدنا محمد الذي رام غورثوا ضربه بالسيف واهوى وتعلقت يداه في الهواء اللهم صل على سيدنا محمد الذي لما اراد ابو جهل القاء الصخره عليه انقلبت الى صدره ويديه اللهم صل على سيدنا محمد الذي لما غزا لما غر ابو جهل في قتله الغرور حال بينهما اسد هدسور. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ستره الله من أعدائه ووجبه حين رام الفتك به ليلة العقبة اللهم صل على سيدنا محمد الذي رام بعد الكفار قدره وكتما كتما رميا بزميلة وهي شهاب من جهنم اللهم صل على سيدنا محمد الذي أخفاه الله عمن عم بمكة من الدلال من الدلال حتى تفتحتها بغير القتال، اللهم صل على سيدنا محمد الذي لما اراد شيبه امنت بالنار ان تفعله شهاب من نار. اللهم صل على سيدنا محمد الذي لما اراد ابو النظير والقريزه ان ان يلقوا عليه الصخر عليه الصخره اخبره بذلك جبرائيل وحد وحذره. اللهم صل على سيدنا محمد الذي لما اراد ابو جهل قتله جهارا رأى دونه خندقا من نار اللهم صل على سيدنا محمد الذي لما أراد قريش قتله واتفقوا شتت الله شملهم مفترقوا اللهم صل على سيدنا محمد الذي رامت دره أم مرات أبي لهب خطف بصرها وذهب اللهم صل على سيدنا محمد الذي لما أرى لما رام جهجاه الغفاري كسر قد قدي به عليه السلام أصابته عاهة مات منها قبل العام اللهم صل على سيدنا محمد الذي لما وعد الوعد الوليد قريشا على ضرره جعل الله غشاوة على بصره اللهم صل على سيدنا محمد الذي لما دنت امراة ابي لهب لكفاحه ستره منها الملك بجناحه اللهم صل على سيدنا محمد الذي رامد الكفار حينه حالة الصفا والمروة بينهم وبينه اللهم صل على سيدنا محمد الذي لما أراد الراعي إخبار قريش لهجرته حيل بينه وبين حجته اللهم صل على سيدنا محمد الذي كفاه الله استهزاء المستهزين اللهم صل على سيدنا محمد الذي أدخل الله تحت حكمه ملائكة السخير اللهم صل على سيدنا محمد الذي انزل الله عليه آية التخير اللهم صل على سيدنا محمد المخادم بقول عز وجل فازدع بما تؤمر وعرض عن المشركين اللهم صل على سيدنا محمد الذي جمع الله به بعد القطيعة اللهم صل على سيدنا محمد الذي أمر الله السماوات والأرض والجبال أن تطيعه اللهم صل على سيدنا محمد الذي كان له ملك الجبال من الأعوان على أهل الكفر والتقيان اللهم صل على سيدنا محمد الذي ناداه الملك مرة أو مرتين إن شئت لأطبقن عليهم الأخبثين اللهم صل على سيدنا محمد الذي ناداه ملك الريح جهارا إن شئت لأملأن عليهم في بيوتهم نارا اللهم صل على سيدنا محمد الذي ناداه ملك بحار صباحا ومساء إن شئت لجعلنا الأرض ماء اللهم صل على سيدنا محمد الذي ناداه ملك الظلمة وأخبره أن الله أمره أن يعينه على الكفار وينصره اللهم صل على سيدنا محمد الذي طلبت منه الوحوش والأطيار أن يكونوا له معينا على الكفار اللهم صل على سيدنا محمد الذي ناداه ملك الرعد وملك السحاب بأن ينصره بإذن الله الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليزينه على الدين كله اللهم صل على سيدنا محمد الذي عصمه من أذى جميع الخلق بفضل الله وكرمه اللهم صل على سيدنا محمد الذي اعز الله دينه وازره على الاديان كلها. اللهم صل على سيدنا محمد الذي محل الاعاقات والرجاء. اللهم صل على سيدنا محمد الزعيم ببيت في وسط الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا. اللهم صل على سيدنا محمد الزعيم ببيت في اعلى الجنه لمن حسن في الناس خلقا. اللهم صل على سيدنا محمد الزعيم ببيت في الجنة لمن ترك الكذب وان كان مازيا مازحا اللهم صل على سيدنا محمد الزعيم ببيت في الجنة لمن امن بالله وعمل صالحا اللهم صل على سيدنا محمد الأطيب صلاه انماها واجلها واغلاها اللهم صل على سيدنا محمد المعني بقوله تعالى عز وجل تعظيما لحقه وتفصيلا تفضيلا وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا اللهم صل على سيدنا محمد الذي قبل منه الدعاء وطاب منه المكان والمعاو اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تتقبلوا بها دعائي وتحققوا بها رجائي بحرمه الاسم الاعظم وهو فيهم اللهم اني اسالك بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله الف لام الله لا اله الا هو الحي القيوم هو الذي هو هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الله الخالق البارئ المسبح له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم واله اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب يا الله يا رحمن يا رب يا وهاب يا غني يا معطي يا سريع يا رحيم يا كريم يا حد يا سميع يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا عالم يا عليم يا حليم يا مالك يا مالك, يا مالك الملك يا ما يا ملك ملك يا سلام يا حق يا قديم يا قائم يا محيط يا حكيم يا علي يا قاهر يا مانع يا مخفي يا مقسط يا محيي لا إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا خير الوارثين يا أرحم الراحمين يا سميع الدعاء اللهم إني أسألك بأن لك الحمد اللهم إني أسألك بإسمك الطاهر الطيب المبارك الحب إليك الذي إذا إذا دعيت به أجبته، وإذا سئلت به أعطيت وإذا ترحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرج فرجت اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وادعوك البر الرحيم وادعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الذي دعا لسعد ومن وعودد فكان دعاه مقبولا وسهمه مسددا وصل على سيدنا محمد الذي دعا لابن عباس رضي الله تعالى بالتفقه في الدين ولو بالإعلان فكان يدعى بترجمان القرآن اللهم صل وسلم على سيدنا إلى محمد الذي أشبع مئه من أهل الصفة من قدح واحد وأشبع وأشبع ثمان عيلات من كتف معز أو شات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي أشبع أربع مئة راكب أو ساد من أربعة أمداد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد, محمد الذي أمن على دعاء الجدار وحائط البيت والدار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي تفعل على الجن على الثجة ابن أنيسة فكان البرء أنيسه وتفلع على يدي ابنه قال أسرع فعادت حسنة ما كانت قبله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي رقى بطن سبي تغشى فذهب داؤه من الحشا اللهم صل على سيدنا محمد الذي على محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي لمس صوت عامل بيده اليمنى فكان نوره واضح السنة اللهم صل على سي... صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي لما لمس القنوة ببنانه أثمر من عامه في غير أوانه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي لما لما نضح في وجه زينب الماء كان ير... يرى وجهها كالبدن في الظلماء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي لمس درعاشات عاشات اجف فدر ابنها من حينه ووفى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي طفل على زراع ابن ابي حاتم فكان ما به من الحرق امس الذاهب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي مسح على راس قصير ببنانه فعاد اطول أقوا اقرانه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي مسح بيده راس الاقرى فنبت من حينه شعره واسرع اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي مسح بطن عقبه ابن فرقد فعاد ريحه اطيب من المسك واجود اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي مسعى على راس سبي مجنون فكأنه ما به لم يكن اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي زيد له ساعه في النهار وكان الزل يدور معه حيث دار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي كان اذا اذا حدث في مكان ونهدا تبلع ما يخرج منه الارض اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي حسن يعفون لموته وجزع ومات بعد بثلاثة أيام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي استسقى عمر بعده بعمه العباس ودل الأسد بالتعقيق بعض أصحابه على الطريق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المعني بقوله القوي المتين وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي لما بعد أصحابه إلى الروم أصبح يتكلم بلسان الق... اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي قيل في الكسرى في النوم وهو في غشاوة اخلع ما في يد يدك لصاحب الهراوة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي خاطبه يعفور مبتديا لم يطاب إي غير الانبياء ولما قصر دون عقامته الجدار ارتفعت أتباته له واستدار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ولا سيدنا محمد الذي ركب الفرس القطوف جهارا فعاد بعده بحرا ولا يجار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ولا سيدنا محمد الذي نهس بعير جابر القطوف بعصاه فما دناه بعير بعد ذلك ولا قصاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ولا سيدنا محمد الذي قال لفرسي لأرقى فلم تحرك حفرا حافرا ولم ترفع حتى رجع اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ولا لسيدنا محمد الذي لما ركب حمار سعيد بن عباده وزال عنه قتافهم وما اعتداه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ولا سيدنا محمد الذي اذا راه التاجن في البيت بركه واذا خرج لعب وتحرك اللهم صل و... اللهم محرك الحركات ومبديا النهايات العنايات ومخرج ينابيع قدبان قسم من قصبات النبات ومشقق سم جلال أميد الصخور سخور الراسيات ومنيع منها ما أمعينا للمخلوقات والمحي به سائر الحيوانات والنباتات والعالم بما اختلج في صدورهم من أسرارهم وأفكارهم وفك رمز النطق إشارات الخفيات واللغات النمل السارحات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي اخبرنا اخبرته الشاة وهو شاه وهو سالك انها اخذت بغير اذن مالك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي شكا اليه بعير مسروع مما به من البرد والجوع اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي لما لمس خد جابر بن ابن, ابن السمرة عاد ريحه وَدَا من المسك وعطر منه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي تفلى في عين علي وهي رمدت فكانها لم ترمد اذا ابدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي سلت جرح عايد بيده ولمس فعاد فعادت له غرة كغرة الفرس اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي تفلى في اثر سهم ابي قتاده فما احسه بعد ذلك ولا اعتداه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ولا لسيدنا محمد الذي تفل في عيني وفديك وهي بيضاء فعادت احسن عيني وارض اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ولا لسيدنا محمد الذي تفل على ساقي ابن حكيم يوم الخندق فعادت اجود ما كانت واتلقى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ولا لسيدنا محمد الذي زود بعض اصحابه ماء حسنا فزاد لهم زبدا طاهرا ولبنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي لما اراد نحر بدناتي وابتدى بهن فيزدح من فيزدحمنا عليه بأي بأيهن يبتدوا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي كان إذا ترددت الشجرة في المضيق تنحت له عن الطريق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي كان العشب ينبت بين يديه ناقة العذبة وماتت بموته حزنا عليه وك وكربا اللهم صل وسلم على سيدنا صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي كان يكفل في افواه المرادع فيخزيهم ذلك الى الحلول في المضاجع اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي لما شكا اليه ابو طالب الزمآ ضرب الارض بعقبه فانفجر الماء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي كان اذا مشى على القتاد عاد تحت قدمه كالفراش المهات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ولا لسيدنا محمد الذي رد يمين معبد بعد القطع ونبع في غزوة بوات من بين الأصابع علم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أبرأ بشق حبيب بالمسع وأمن قائفه يوم الفتح اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المرسل لك كافة الخلق يقينا والخم والمخاطب بقوله عز وجل إنا إن فتحنا لك فتحنا فتحا مبينا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي رمى وجوه قريش بالتراب هزمه وهزموه بعد درب الرقاب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي رد الله الرمل تحت اقدام اصحابه سلده بعد بعد ان كانت ارجل لا تثبت عليه ولا تهدي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي كان اذا وضع يده في الطعام وكبر عاد اكثر ما كان واوفر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي سكب فدن ودوئه في بين قبا فتفجر ماؤها بعد النزع وربا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي حنت اليه النوق واليه الحدات لا تسوق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي يستسقى بوجهه الغمام كان يستشفى بلمسه من السقام والالام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي كل دجي دجيه حلها لم تزلم وكل دابة ركبها لم تهرم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ولا سيدنا محمد الذي غسل قدمي بعمل حلم فعاد عن عذاب ما في الارض وحلاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ولي سيدنا محمد الذي كان اذا مسى من دين يدي يدي لم تعود النار عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ومحمد الذي دعا ابي عامر الراهب فمات وهو الى السين الشام ذاهب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي دعا على الحكم دعوة فأصابته الأقواتنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سمع وجنة حجر حين ألقي في السقر وسمع عوال الكفار وهم في الدرك الأسفل من النار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي سمع بكاء كالنوبين يستغفرون لأهل الذنوب من أمته اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد الذي سمع اليهود تعذبوا في قبورها قبل يوم نشورها وسمع صاحب القبر يقول عذبت في الغيبه والبول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محمد والى سيدنا محمد الذي سمع عركه باب الجنان حين حركه الردوان وسمع وهو بوادي العقيق تسبيح ملائكه السماء بالتعقيق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي سمع كلام النار والجنه تطلب كل واحده منها من الانس والجن اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي جعل الله كل بيت في اسمه من الاسماء يربو فيه الرزق وينمي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد المعني بقوله عز وجل ازهارا لقدره في العباد إن الذين فرض عليك القرآن لردوك إلى معاد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيد الذي عذبت بريقه المياه المالحة ونمت بفضله الأعمال الصالحة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي ردت له له شمس النهار وخاتمته الوحوش والأطيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد محمد الذي ضمن الغزالة لوداع أولادها فوفت بعهدها وميعادها ومي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي ما هو احد في حسنه وما جاوز قد تنشعره عن حدوده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي رد عين قتادة بعد العمى وكان يسمع اذان جبرائيل في السماء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي امنت اسكف فطل الباب على دعائه وكان اذا رام الحدث أنبتت الشجر والحجر سترا من من ورائه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد, محمد أنجح الناس رأي وكان يرى في ظلمته كما يرى في الضياء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو الأمان حيث كان وجاء جبرائيل بطبق من الجنة بالعنب والرمان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أطاع الرجونا لقتادة فعاد من يده سيفا كالشمس والوقاد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي صادق القول والرأي وكان لا يأكل طعام الجنة في الدنيا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي اكثر الناس صلة قرابة من قرابته وود في ارحامه وقرس النخل بيده فاطعم من دعائه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي اعطى العصات العكاشة القانعي فعادت في يده سيفا قاطعا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي قال تقتلك الحمى لزيد الخير ومات به ابو عامر محموما غريبا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ولا لسيدنا محمد الذي شرب الدري درير بوله وقتدا فلم يشكي الدر بعده وَبَدَأَ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ولا سيدنا محمد الذي انهل المُزْنَ بدعائه وأغنى العوفات بنواله وعطائه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ولا سيدنا محمد الذي كلمه ذاك الذراع واشبع الفم من صاع اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كلمه زبي الفلاح وحن إليه الجزع حنين حنين التقلى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي كلمته الناقه الموثوقه واقبلته انها غير مسروقه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي لما فدعت ساق ابن عمر صاح يا محمد فاخبر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي لما شرب ابن الزبير بوله واحتفلا وجده أطيبا من المسك وأحلى من العسل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي ختم الله قلبه بخاتم من نور ودمته الملائكة إلى النحول والصدور اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي علم السنة العرب يملك نفسه عند الغضب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي كان يخاطب كل امه بلسانها وكان يجاوب كل امه بلغتها وبيانها اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي سعد اليه على ساقها الشجره اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي استسقى من فضل وضوئه ما يزيد على الفين وعطي قوة أربعين رجالا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي لأن تعتى قدمه الحجر الجلمود وخضر في يده ما يبسى من العود اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي لمس لمس بكفه درع شاد أم معبد فعاد درعها فلا ما يكون واجودا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي بهاء الصدور والمجالس وخضر على جبينه الهشيم اليابس اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا, سيدنا محمد الذي روى ألف ونصف الف من سمن وروى الركب بعد النهل بالعلل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي خاتمه البعير وكلمه الذئب والعيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي تراز عرش الرحمن بلا تراين وتحرك به جبل حراء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي شرب ابن سنان دمه يوم احد لم تعد عليه درارته بعد ذلك ولم تعد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي كلمته رها راها وجابته لما امرها ونهارا ونهاها اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد الذي اخبرته فرس النعمان البلقاء ان من امن به لا اله لا يضد ولا يشقى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي دل الذئب عليه الراعي وحركه للقدوم عليه من مكه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد وعلى الله محمد وعلى سيدنا محمد الذي بعث الله إليه الأسد بالسلام مع سفينة الهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كلمه أبو الكلاب شرشرة وأخبره أن لا في الناس من سب أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كلمه العزم الرميم فجاوبه بإذن السميع العليم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كلمه الميت بلسانه وأحيا بعدما ما أدرج في أكفانه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أوتي بغلاء من أبكما فكلمه من حينه فتكلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي حياه حور الجنان والولدان وكلمه وكلمه ثعبان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي راته حليمه رات الحليمه وهو غلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي خديجة حين قدما مع العين والمكان يزللانه من حر الهجير اللهم صل اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممادن وثبتني وثقل موازيني وحقك إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاة صلوات صلواتي واغفر الخطيئة وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين أسألك الفواتح الخير وخواتمه وجوامعه وكرامه وكوامله وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة آمين الله وانزمنا بسلك بسلك خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ادركنا برحمتك وفرج عنا ما نحن فيه يا مفرج القلوب والخلائق اجمعين ونجنا من الهم والغم ما ين ينجي المؤمنين وارحمنا برحمتك ارحم يا رب العالمين اللهم مكنني من من التفرج في سعة ملكك وما وملكوتك وما ومن ملكني بقديم ملكك وناسية كل ذي روح وناسيته بيدك ونجني من ملحقات سخطك وموجبات غضبك وتعيذنا من الفزع الاكبر وتبعد بيننا وبين معاصيك وان تداركني حفي لطفك الحفي 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 وان تسخر لي وتمكنني من كل ما اريده كما أنت تريد أنك أنك على كل شيء قدير، فإنك أنت الغني الحميد، الولي المجيد، الباعث الشهيد، المبدي المعيد، فعّال لما تريد، يا باري يا معبود يا مقصود يا موجود، يا حق يا قوي يا من عليه العسير، يسير يا, يا من بيده الخير خير. إليه المصير وهو على كل شيء قدير وأسألك أن تسخر لي كل شيء يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا رب كل شيء أنت القادر على كل شيء عيسمني من شروع أنفسنا ومن شر كل شيء أسألك أن تفضل علي بفضلك العميم وجودك الكريم يا كريم يا حليم يا عظيم يا عليم أسألك يا الله يا الله يا الله أن ترزقنا رزقا حلالا مباركا طيبا وأن تهذب خلا يا ذا الجود والحسان يا ذا الفضل والإمتنان، يا سلطان يا ديان، وأنتم تمسُت لنا من عنايتك ما تجود علينا حتى تتقلب إليك قلوبنا في بحر طاعتك، وأبصارنا وبصائرنا منفرة بهدايتك يا رب العالمين، وأسألك أن تحققنا بأرواحنا بحقائق العرفان، وتطفجنا بتيجان القبول والإكرام والإمتنان يا رب العالمين، آمين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي سجد له البعير الحق والحوم بعير الحقود ورأى الجنة وتناول منها الأنقود اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ولا آل سيدنا محمد الذي صعد كفيه حين كف السحاب فما فما سُمِّي فما سربهما حتى جاش كل ميزاب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المعني بقوله صدق القائلين قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قياما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي دعا لانس رضي الله تعالى بكثرة المال والولد ومن فدفنا 120 لسلبه وكانت تركته لا لا تعصى ولا تعد ولا تعد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي دعا لابن عوف بالمال والغنى فصلح فصلح عن ثم ان تركته و الف اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي دعا عائشه رضي الله تعالى المغفرة الباتنة والظاهرة فنالت به البركة والوافرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي دعا للمازن وكان مولعا بالخمر والطلب فارتفع ذلك عنه وذهب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي دعا لثعلبة بالغنى فكثر ماله بذلك وقتنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي دعا ان يعز الاسلام بإحدى العمرين فكان عمر بن الخطاب حي في الحين اللهم صل وسلم, الله وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي دعا للطفيل أن ينظر وكان وجهه في الظلمة كالسراج مزهرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي دعا على سراقة سراقة حين تبعه فلقته الأرض بعدما أرادت أن تم التاب التالي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد إلا الذي دعا لرجل وكان لا يستطيع حمل صاعٍ بالمدينة فعاد يحمل ما تحمله السفينة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ولا لسيدنا محمد الذي دعا لدوس بالهداية والإيمان فجاءوا معترفين بالإيمان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ولا لسيدنا محمد الذي دعا لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه حين وعزه فما نسي شيئا منه بعد ذلك وحفظه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد الذي دعا لعروة بالبركة فما محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي دعا لقبول دعاء بعض الصحابة وكان فكان دعوة مستجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي دعا للنابغة أن لا يفض الله باه فعاش مئة وعشرين سنة لم تسقط له سنية بدعائه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي دعا للمقداد بالغنى واليسار فأدرك ما يريد من ذلك ويختار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللي يدعى لقرقرة وقد شرد له البعير من ساقة فقاده له الريح وساقه اللهم صل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ولا سيدنا محمد الذي دعا لي رضي الله تعالى عنه بالتمكين في البلاد فنال من ذلك فوق ما أراد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ولا سيدنا محمد الذي دعا لي جابر رضي الله تعالى عنه وكان لا يثبت على الخيل فما صابه بعد ذلك سقوط ولا ميل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ولا سيدنا محمد الذي دعا للمستضعفين من المؤمنين بمكة فأوثوا النجاة من الهوان والهلك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي دعا لأصحابه أن يكسر عنهم البرد فلم يصبهم وذلك بعد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ولا آل سيدنا محمد الذي دعا لرفع الوباء عن المدينة والرجفة فانتقلت رحماها إلى الجحفة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد الذي دعا أن لا يدخل المدينة رعب الدجال فلم يدخلها بوجهه ولا حال اللهم صل وسلم ولا سيدنا محمد ولا سيدنا محمد الذي دعا أن يحبب الله المدينة كحبه مكة وأن يجعل ما بها ضعافا بمكة من البركة فنال ذلك ودركه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ولا سيدنا محمد الذي دعا لأهل المدينة في المد والسعي فكان مدها يشبع ثلاث نفر وهم جيعون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ولا سيدنا محمد الذي دعا لسمن ام سليم بالبركه فعاد كما كان قبل خروجه من العكا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد, محمد الذي دعا في صاع تمرات تمر ابي هريره رضي الله تعالى عنه ايانا فانتفع به دهرا وزمانا اللهم صل وسلم على سيدنا اللهم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد, محمد الذي دعا لابن الملاعب الخرصا فعو في فيها من السقام فوالإستس استسقاء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي دعا لفرس ابن ابي النجاد واستوفى فباع من بطنها باثنى عشرة الف اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد, محمد الذي دعا لسعد وعودة فكان دعاؤه بمقبولا وسهمه مسددا اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي دعا لابن عباس رضي الله تعالى بالتفقه في الدين بالاعلان فكان يدعى بترجمان القرآن اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان إذا دعا لرجل دعوة أدركت أدركته دركته وولده 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 ونحوه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي دعا على قريش بسن يوسف فاصابتهم سنه اوكلوا فيها الميتة والجلود والعظام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي دعا على ملجم ابن جثامه فمات بالسبعين وقد وقد رفضت الارض عظامه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي دعا علي بن ابي لهب على علي بن ابي لهب واجتهد فافترسه الاسد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي دعا على الاحزاب جهارا فاشتعلت عليهم بيوتهم نارا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي دعا على اهل القليم فقبل دعاؤه واستجيب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي دعا على ثعلبه حين منع الصدقه لف الله ما له ومحقه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي دعا على ابي عامر الراهب اتى وهو الى الشام ذاهب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي دعا على الحكم دعوة فاصابته لقوة ودعا على السبي فانقطع عليه الصلاة فما راى بعدها قائما حتى مات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ومحمد الذي دعا على من اسى عليه القول فما حال عليهم حول اللهم اللهم صل وسلم سيدنا محمد و لا سيدنا محمد الذي ابن ابن قمية لغمزه عليه فقتله عنز من عنزه اللهم صل وسلم و سلم على سيدنا محمد و لا محمد الذي دعا الله في ابن حميد واستعانه فقتله أبو دجانا اللهم صل وسلم و سلم على سيدنا محمد و لا محمد الذي دعا على دعثور حين ما فتك فتكه فاسرع الله عليك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ولا سيدنا محمد الذي دعا على ابي جهل بلا من ترى ان قتله ابن عفرا ودعا على عقبه وشيبه فاصابتهما الخيبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي دعا على من جعده الفرس فذهب عنه الرزق واعتبس اللهم صلى

سيدنا محمد ولا آل سيدنا محمد إلا لما أراد مواهلة النصارى وإن اشتعل عليهم الوادي نار صل وسلم على صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي رام غرور غورث ضربه بالسيف وهو وتعلقت يداه في الهوى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ولا سيدنا محمد الذي صدره الله من اعدائه وعجبه حين رام الفتك به ليله عقب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ولا سيدنا محمد الذي رامه بعد الكفار قدره وكذا ما رمى وهي شهاب من جهنم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ولا سيدنا محمد الذي اخفاه الله عمن بمكة من الظلام من الظلال حتى افتتحها بغير خير القتال اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي لما اراد الشيبة الامنة بالنار ارتفع له شاب من نار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي لما أراد بنو النذير وأن يلقى عليه الصخرة أخبره بذلك جبرائيل وحذره اللهم صل وسلم وسلم على, سيد على سيد الله محمد سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي لما أراد قريش قتله واتفقوا شتت الله شملهم وافترقوا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي ورامت دره امرأة أبي لهب وخطف خطف بصرها وذهب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد الذي لما رام جهجاه الغفاري كسر قديبه عليه السلام وسابته عاهد مات منها قبل العام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي لما راد الراعي اخبار قريش لهجرته حيلا بينه وبين حجته اللهم صل وسلم وسلم على, على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي رامت الكفار حينه حانت الصفا والمروة بينهم وبينه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي كفاه الله استهزاء المستهزئين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي أدخل الله تعالى حكمه ملائكة التسخير وأنزل الله عليه آية التخير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي جمع الله به بعد القطيع وأمر الله السماوات والأرض والجبال أن تطيعه اللهم صل وسلم على سيدنا سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد, محمد الذي كان له ملك الجبال من الأعوان على أهل الكفر والطغيان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد, وعلى سيدنا محمد الذي ناداه من ملكم مرة أو مرتين إن شئت لأدبقن عليهم الأخبتين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي دعاه الملك الريح جهارا إن شئت لأملا عليهم في بيوتهم نارا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد, محمد الذي ناداه ملك البعار صباحا ومساء إن إن شئت جعلت الأرض مدى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي ناداه ملك الظلمة وأخبر وأن أن الله أمره أن يعينه على الكفار وينصره اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي طلبت منه الوحوش والأطيار أن تكون له عونا على الكفار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي ناداه ملك الرعد وملك السحاب ويم بأن ينصره بإذن الله الوهاب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي اعظم معجزات القران وطار لمسجده العيدان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي اخرج له شجرا اغصانه من الذهب والثمار مختلف مختلفة اسم الله واسمه مكتوب على اوراقه عليه طائر ابيض من الحجر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي شق القمر ودم القمر بعد الانشقاق اللهم وتنبه به جائر من العشي الله وافق اللهم, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محمد وعلى سيدنا محمد الذي بصر سبيتا كمها وسار مع اصحابه فاضت أصابعه في ليلة زلمة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي محان عن عن الترسي تمثال كبش وصار به العرجون سيفا في يد عبد الله ابن حجر جاش اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي نبت من سنا من ناقة به الشجر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي أخرج من الحجر طائرا جسده من الفضة (منقاره من الياقود ورجلاه من الزبي بن زبرجد أحده أحد جناحي من المسك والآخرة آخر من العنبر اللهم إنا نسألك يا نور نفر قلوبنا يا وكيل لا تكلنا إلى أنفسنا يا جامع اجمع على الهدى أمرنا يا نافع انفعنا بما علمنا علمتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا يا من يند يدر وينفع ويطى ويمنع ومن علينا بالخير والرضا والأمن بالسراء واحفزنا من الدراء وشماتة العداء إنك سميع النداء ومجيب, ومجيب الدعاء يا شكور أنت المشكور اجعلنا من الشاركين يا سمد قد سمدناك حاجتنا فلا يردنا خائبين يا مجيب استجب دعاءنا دُعَانَا يا قريب قرب رحمتك منا يا مقسط أنت القائم فوق المقسطين والأمر بالقسط فوق القسط والم والمنزل كتابك بالقسط فوق المقسطين وأصلح القاسطين من القوم الظالمين يا غافل ارزقنا عدن عدلا الولاد وجنبنا حجور التقوى يا باسط ابسط علينا رحمتك يا غني اغننا من خلقك يا فتح افتح علينا ابواب رحمتك يا ولي تولنا بحفظك وحياتك يا شهيد اشهد علينا بتوحيدك وعبادتك ومحي يا مميت احينا بخير وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واغفر لنا يوم الدين انك على خير غافرين اللهم اجعلنا في الدنيا والآخرة من اهل اهل ولا ولايتك واملا وقولنا بإثم احمد هدايتك وعرس اقدام افكارنا من مزالق مواطن الشبهات وامنع طيور نفوسنا من من في شباك موبقات الشبهات واتممنا في اقل اقام الصلاه ان ترك الشهوات واسفح سطور سيئاتنا من جرائد أن اعمالنا بايدي الحسنات كلنا حيث ينقطع الرجاء من إِذَا اعترض اهل الوجود بوجودهم عنا حتى حتى تعسنا في ظلم اللحود راهنين أفعالنا إلى اليوم المشهود أجرنا عبدك ضعيف ما على أعرض من العصمة والزل والزلل ووفقه والحاضرين لصالح القول والعمل وأجرنا على لسان ما ينتفع به السامع وتدر له المدامع ويلين له القلب الخاشع واغفر للحاضرين ولكل المسلمين والحمد لله رب العالمين اللهم أقمنا بصدق العبودية عبود عبودية بين يديك اللهم اجعل السياسلتنا رتباً بذكرك اللهم اجعل نفوسنا مطيعة لأمرك اللهم اجعل أرواحنا مكرمة بمشاهدتك اللهم اجعل أسرارنا منعمة بقربك ومزيدة لديك اللهم جودك دلني عليك وعيسانك قربني إليك فأشكو إليك ما لا يخفى عليك وأطلب منك وما لا يعسر عليك علمك بحالي يغنيني عن سؤالي اللهم نجني من النار وارزقني وارزقني مغفره من الليل والنهار والمنزل الصالحه من الجنه امين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي لان في يده الحجر وخرج به اللبن مع العسل من العجم فصار ياقوتا أحمر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي اعطى الحسنين تينين للبكاء وقالت له نخلة هذا سيد الانبياء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي قالت له هذا محمد رسول الله نخلة اخرى واطعم عنب الجنة خديجة رضي الله تعالى خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي جاء اليه لطلب ركان انه نصف الشجر وذهب بامره ذلك النصف الى محمد وهو نصف الاخر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي شكا اليه جمل القبيم بترك صلاه العشاء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي جاء جاءه جبرائيل بثوبين وبيدين وصار آه احدهما اخضر اخضر آه الاخر آه واحمر آه احمر بسب الماء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي أخرج يا يا بجال من قال البير وما لعلى بجهل من عنده البعير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أخرج من الحجر شجران اقترنا بالسماء وردد ذلك الشجرة في الحجر بقول العاد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي زارت بريق عين سميت ما الرسول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي قصرت la hu yada shabaab للصعود على الجبل وطالت يداها للنزول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد و سيدنا محمد الذي سكت السارية الحنانة وعاد به الخشب سيفا في يد أبي الدجانة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد و سيدنا محمد الذي سار جمل جابر إذ ضربه بعصاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي أعطى فصن عليا لينقشا فيه لا إله إلا الله فوجد في بعد النقش محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي كان كان اذا اراد نزول الشمس والقمر لمعجزه فيحرك شفتيه فينزلان حيث شاء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل ال سيدنا محمد الذي نبع من بين اصابعه الماء وعند ذهابه الى القبائل اللهم صل وسلم على سيدنا صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي انشا الاعضاء للسبيه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي بعث في الأرض بيده للسقيا فانفجر منها الماء فأروى أصحابه وكلمه العزم فأجابه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي شهد برسالة دب وقطع به الأسد بطن عتبة ابن أبي لهب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي سلم الكلا عليه ولان الحجر تعد قدمي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي رأى أبو جهل بينه وبين نفسه طورا ملات الأرض وخندقا من النار وكان يرى بالليل ما يرى بالنهار اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي كلمه يعفور وما ندجت جنوب خُبُوزُهُ فتن فتن تنور تن اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي صار دررا قلام قلامة أسفاره وسمع أبو بكر قراءة أبو بكر رضي الله تعالى قراءة القرآن عند أشعاره اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي قال أنا أنا أقتلك وأنت على هذا الفرس لأبي ابن خلف اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي قال لعلي رضي الله تعالى حين بات في مضجعه ليلة الهجرة إن الكفار لا يقدرون على ادراك فلا تخط اللهم صل وسلم ولا سيدنا محمد ولا سيدنا محمد الذي في الغار نسجد له العنكبوت وقال لحبيب ابن مسلمة ان اباك عن قريب يموت اللهم صل وسلم ولا سيدنا محمد ولا ال سيدنا محمد الذي عام بالتراب للخروج ابصار الكفار ولا من اجله الحجر في الغار اللهم صل وسلم ولا سيدنا محمد ولا سيدنا محمد الذي امنا وكرم وكرت له الحمامه وشهد برسالة الذي مولود أهل اليمامة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي نبت على باب الغار له الشجر وضرب على قلب الراعي الذي أراد إخبار قريش لهجرته فأنساه الخبر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي قال من أجله راكب بصورة إنسان عند الغار لقريش ليس هو ها هنا اطلبوه في الجوانب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي الذي عميت بدعائه عند الكافي ابصار الكافرين وعم الله من اجله قائن قائف اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي كلم ابا بكر عند الغار به الطائر الجالس على ذروة الجبل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي شق اليه جمل قلة العلف وكث وكثرة العمل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي ارتطمت به الارض أردي في في الارض فرس سراقة ابن مالك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ولا ال سيدنا محمد الذي أنجى فرس سراقه من هنالك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ولا ال سيدنا محمد الذي كسر لخروجه جبريل طرف القار بالجناح وكان يفتح له الباب المغلوق من غير مفتاح اللهم صل و... اللهم اني اسالك ان تعجزني عن معاصيك حتى اعمل عمل بطاعتك عملا استحق به رضاك وانا بتوبة خوفا منك وأخلص لك لك النصيحة حيا منك وتوكل عليك في الأمور كلها وحسن زني بك سبحان خالق النور اللهم إني أسألك تعجيل عاقع في عافيتك ودفع بلائك وخروجا من الدنيا إلى رحمتك يا من يكفي عن كل أحد ولا يكفي منه أحد يا أحد من لا أحد له يا سند من لا سند له إن قطع الرجاء إلا منك ونجني مما لا فيه وعني على ما أنا عليه وما نزل بجاه وجهك الكريم وبحق محمد علي عليك من اللهم إني أسألك تمام العافية من كل بلية ودوام العافية وأسألك الشكر على العفو والعافية وأسألك الغنى والتقى والعفاف والشفق والشفاء والعطاء والغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والاهل ولا غير ضال ولا مذل واسالك غنى الاهل والمولى واسالك نفسا بك مطمئنه تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقتوع بعطائك. اللهم اني اسالك تمام نعمتي في الاشياء كلها والشكر لك عليها حتى ترضى وبعد الرضا لذا الخيره في جميع ما يكون فيه الخيره جميع. ومن وبجميع ميسور الأمور كلها ولم على بمعسورها يا كريم اللهم إني أسألك ثواب الشاكرين ونزول المقربين ومرافقة النبيين يقين الصديقين وذل وذلة المتقين وإخبات الموقنين حتى توفاني على ذلك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي قال في الغار ما أظنك باثنين ثالثهما ربهما لابي بكر صديق رضي الله تعالى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي اضاء صدره ليله الجن كالقمر ليله البدر اللهم صل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي سلم عليه الحيه وكلمه في الغار وقال للجمع من اصحابه ان اخركم يموت في النار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي نفل الما في الغار من الصاحب وجاه جبريل بكام فاكهة الجنة إذا سأله أبو طالب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي زال من أبي بكر بكر به الورم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي جمع في الغار من الحجر للصديق فصدق ف... ف... قدح مملو من شراب أبو رداء من الثلج وأحلى من العسل بيمنه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي خرج له الحجر من جدار الكعبة ورجع إلى مكانه اللهم صل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي نبانا أثر قدمي قدميه من الحجر بمسح أبي بكر الصديق رضي الله عنه بأمره اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي سرع اعرابيا فاراد ان يكيده فاخبره عن مكره اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ولا سيدنا محمد الذي شق به باليد ناحيه الغار فاراد بحرا وفلكا رفيقا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ولا سيدنا محمد الذي شكا اليه حمل للقتل واشترى فاشتراه واعتقه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ولا سيدنا محمد الذي هتف هاتف انه دخل خيمته ام معبد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محمد الذي محمد الذي قالت له فاطمة بنت أسد لبيك يا رسول الله في اللحد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي حلب شات معبد وبرا يد جرهد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي نبت بالشجر في خيمة أمي معبد وحال بينه وبين أبي جهل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد الذي صار به صار به سم سميع عيني بصير متكلمين ابن ام معبد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي يديو عن يمينه نور وعن يساره نور حيث جلس وقام براه كل واحد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي طال به عمر شات ام معبد وساقت به الريح بغم بغير قدا اذ شردا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي حلب عناق اعرابي لم يكن لها لبن في طريق الهجره اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي وجدت عائشه بنور اسنانه الابره اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي ابرى رجل علي ندي الله تعالى بالمسح وتفجر به ماء من بير قباء بعد النزح اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي رد قدادة قتادة ابن النعمان واثمر به القنوة في غير الاوان الأو اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي صارت دررا ريقه وصار ورد عرقه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي أضى به عرجون عاتى قدادة ابن النعمان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي ناداه الحسين من المدينة فاجابه من الحديبية حتى سم سمعت صوته صوته فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها عنها ومر على الماء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي خرج به الجمل من الجمل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي عات الرمل ورحه من من اصحابه للاكل فصار الينا <applause> من الزبد وعلى من العسل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي نبت له الملائكه في ساعه ساعه بيتا لماريه القبطيه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي نزل من السماء دجانه مشويه <متحة> اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي اوتي بالبراق ليله نسريه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي دم اليد المقطوعة لرجل بريقه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي الذي يبسط يد الشيخ الذي رفع من اجله اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي حدث قريشا برؤية الغير وطال به قامة قصير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي انبا قريشا من الذي ان كبلهم انقذه من عيره في السلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ولا الله محمد ولا سيدنا محمد الذي الذي ارسل الله اليه الطعام للصبح من دار السلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ولا سيدنا محمد الذي ساق قريشا بعدد اهل حين سالوه اخبره اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ولا سيدنا محمد الذي سجد له نادحان نادحان الفجلان اللذان منع المالك انفسهما والحائد في السفر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي اثمرت به الشجر حين طلب منه المعجزه ابو طالب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي صار دما من أبان بني كلاب ودام به لابن الشاط لال الخباب اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى سيد محمد وعلى سيدنا محمد الذي صارت كثيرة الحياة به المرأة والهازلة هازلة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي جعلت لا الشمس والقمر شمعتين ليلة الإسراء وجبريل حاملهما بين يديه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي ما لبس قط ثوبا طال أو إلا كأنه خيط عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي لعنت عند بيت قدس لشد البراق تعطى يده الصخرة وانشقت له السدرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي وصف المسجد الاقصى وبسره فديكا ونم فديكا الاعمى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي صار بسراب ما هو نفخ في طار من من فصار حيا وفرمنا وقرا لا اله الا الله محمد رسول الله بلا ارتياب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ومحمد محمد وعلى سيدنا محمد الذي مطفيه الجرائم من الذهب لفاتمة عليها الرضوان وأثمرت به الأشجار اليابسة لها لنجران اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي صار رصاصا به الأحجار ورأى النجوم حارث ابن هشام في النهار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي صارت به العجوز شابة ودم اليد المقطوعة يوم أحد لواحد من الصحابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ولا سيدنا محمد الذي رجف المنبر تحت قدمه وغرس النخلة لسلمان فعملت من عامه اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد ولا سيدنا محمد الذي نزع النخلة التي غرسها عمر رضي الله تعالى عنه فغرسها فحملت من عامه ذلك اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد ولا سيدنا محمد الذي زاد به العمر والمال والأولاد لأنس رضي الله تعالى ابن مالك أنا سيدنا مالك رضي الله تعالى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي زاد الذهب لسلمان بلسانه وجاء إليه غصن النخلة ورجع إلى مكان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي زاد به تمر سلمان وكان يجزي إلى أخذ المضاجع ريق سبيان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أثمرت الحديقة أنس رضي الله تعالى في العام ببركة دعوتي ومساء محمد بن بشير فلم يشب منه موضع راحتي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في سفر فاوتي بانا باناء فيه ماء قليل فدخل يده فيه فنبع من بين اصابعه الماء والزلال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي كان له يوم احد جبريل عن اليمين وميكائيل عن الشمال اللهم اني اسالك قلوبا او اوابه مخبتة منيبة في سبيلك وعملا متقبلا وعلما نافعا ونجيحا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبورا وارزقني رزقا طيبا واسعا مباركا حلا مباركا حلال حلالا واستعم واستعملني لا اله الا أنت يا ذا الجلال والإكرام وأسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما وأسألك إيمانا مبن. إن إيمانا يباشر قلبي حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي ورضا من المعيشة بما قسمت لي إنك على كل شيء قدير وأسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا والعافية من جميع البلاء اللهم إني أسألك خلاص خلاصا من النار سالما وأن تدخلنا الجنة آمنا وأسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة جن 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 الخلد وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وخلقا مستقيما وشفان من كل داء اللهم إني أسألك يا الله يا الله يا الله أن تعطينا صبرا جميلا وفرحا قريبا وأجلا عظيما وقلبا سليما ولسانا ذاكرا وأمنا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وقلبا خاشعا وتوبة نصوحا ودعاء مستجابا وكذبا طيبا حلالا إيمانا ثابتا وأمنا ودينا وقيما وجنة الفردوس قياما ولباسا حريرا وعزا وزفرا وفتحا قريبا يا خير الناصرين يا خير الغافرين يا مجيب دعاء عبادك المتترين يا مجيب دعاء السائلين انك انت رب العالمين اللهم ارزقني قلبا خاشعا خادعا ضارعا وبدنا صابرا ويقينا صادقا وابن واثقا ولسانا ذاكرا ومذكورا حادرا وحامدا محمودا وعينا باكيا خاشعا وعلما نافعا ومنافعا وتوبه نصوحا مقبوله و أولادا صالحا مصلحا وسنا طويلا وأسألك إيمانا إيمانا يصلح للعرض وعليك إيقانا نقف به في القيامة بين يدي وعصمة تنقذنا بها من من ور ورطة الذنوب ورحمة تطهر بها من دنس العيوب وعلما نفقه به في أوامرك ونواهيك وفهما نعلم به كيف ينناجيك اللهم إني أسألك بنعم

السابقة علي وبلائك الحسن الذي ابتليتني به وفضلك الذي فضل فضلت علي أن تدخلنا الجنة بمنك وفضلك ورحمتك وأسألك بوجهك الكريم وأمرك العظيم أن يجيرني من النار والكفر والفقر والفقر والديون اللهم إني أسألك هدى وقياما وإيمانا مستقيما وفضلا دائما ونزلا رحمة وعقلا وكاملا وقلبا منفرا وتوفيقا حسنا حسن وصبرا جميلا وعجلا عظيما ودعاء مستجابا ولقائك نسيما ونعيما مقيما واسالك في الدنيا في الدنيا طاعتك والفرار من معصيتك وفي الاخره جنتك ورؤيتك والسلام والسلامه من عقوبتك الهنا اي كيد الشيطان وهو ضعيف مع قوتك واقتدارك وايدان على القلوب مع زهور نوالك الهنا اذا عمرت قلبا اذا محل عن كل شيطان اي أعينيت بعبد لم يكن لأحد عليه سلطان واتس واتصفت بالأحدية وأنت الموجود ورفعت نفسك بجلال الربوبية فأنت المعبود وخلصت ديق أرواحي قد اختصست من ريق الأشباح إلى قضاء الشهود قضاء شهود أنت الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء كل شيء حالك حادث مفقود لا مرجود إلا إلا بوجودك لا حياة لأرواح إلا بشهودك أشرت إلى الأرواح فأحابت وكشفت عن القلوب فطابت فهنيا لهياكل للأرواحك لك مجيبه النوم قوالب قلوبها هم فاهمه عنك منيبه اليك الهنا فطهر قلوبنا من الدنس فتكون محلا لمنازلات وجودك وخلصنا من لوث العغيار لخالص التوحيدك حتى لا نشهد لغيرك افعالك وصفاتك وتجلى عظيم ذاتك فانت الوهاب المانح الهادي القادر والفاتح إلى إلهنا إن الخير كله بيدك وأنت موهب موهبه ومعطيه وعلمه مغيب عن العبد لا يدري من أين يأتيه طريقه عليه مبهم مجهول لولا أنت دليل وقائد وقائده ومَه ومهديه إله تبارك وتعاليت وقل سريره إذ هو قبح من ترى عليه عليه لمن آه لمن أركسة لأم راسه في زبي في زبيبته وردته الفل في في مهوى حفرته فانقطع بعد استطاع استطالته ذليلا في ريق حباله الحبال ال حبالتي التي كان يقدر أن يراني فيها وقد كان أن يحل بي لولا رحمتك لا حل بساعة اللهم إن ذاتك سرمدية وصفات ذاتك سرمدية وأسماء ذاتك سرمدية لا حدود فيها ولا تجد ولا تجدد ولا تكثر فيها ولا تع تعدد فكيف يدركك من من هو في عين الحدود دائما في محدد تجدد ثابتة ونسألك اللهم سر الأسرار المانع من الأضرار حتى لا يكون لنا مع الذنب والعيب قرار وثبتنا يا ربنا وهدنا لأعمال الصالحات اللهم إن سمعي وبصري وسري وجهري وظاهري وباطني يشهد لك بحرمة نبيك ورسولك الواحد في ذاتك السرمدية الأنجدية الأحدية قل هو الله وعد الله سولا ولم يكن اللهم سهل يا إلهي علينا كل صعب محن من الصين ورحمنا برحمة الجمال الرحمن